مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الثالثة عن حروب التعليم الأجنبي في مصر، والتي أدت إلى هزائم عسكرية للشعب المصري المسلم والكوارث التي نعيشها الآن. كان الدكتور محمد شرف قد يعني تحدث باستفاضة عن في الحلقتين الماضيتين عن حروب التعليم الأجنبي خارج مصر في الدول الأخرى، وكيف أنه حتى أمريكا اللي هي بروتستانتية إنجليزية في الأصل لم تسمح لبريطانيا أيضا، وهي من نفس مذهبها ونفس لغتها، لم تسمح لها بالتعليم الأجنبي. ثم بعد ذلك في الحلقة الثانية دكتور محمد شرف تحدث عن بدايات التعليم وحروب التعليم الأجنبي في مصر، والتي انتهت بالاحتلال البريطاني لمصر. في هذه الحلقة نكمل مع الأستاذ الدكتور محمد شرف وقاع حروب التعليم الأجنبي في مصر. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك أستاذ صابر، تشرفت بوجودي معك. دكتور، واضح الموضوع خطير جدا، وجاءت فيه تعليقات كثيرة عن خطورة الموضوع، وخصوصا حضرتك لفت للخطورة العسكرية الأمن القومي. الأمن القومي. فدكتور، لو يعني وصلت يعني ماذا جرى في وقائع التعليم في حروب التعليم؟ طيب يا أستاذ صابر، حضرتك في مقدمتك أشرت النقطة أن الولايات المتحدة قالت لك الخطر علينا أن يجب التعليم الإنجليزي والقيم الإنجليزية. المسيحيين العرب في العالم العربي برضو بيرفضوا هذا التعليم. مع أنه جاي بقيم مسيحية. لكن خطر على عقيدتهم. العقيدة. أرثوذكس وبروتستانت. فأنشأوا مدارسهم الخاصة. أيوة. إذن بينما اللي سلم ولاده هو مسلمين هذه البلاد. الكنيسة الأرثوذكسية صحيح لها مدارسها. لها مدارسها نعم. ما بتقدمش لا كاثوليك ولا مدارس أجنبية. لا لا لا. فيش إلا المسلمين. فيش إلا المسلمين نعم. التعليم الأجنبي هو الاستعمار التربوي. أيوة. يعني خلينا نبدأ حلقة نعم. بأنه هو الاستعمار التربوي. أيوة. وهو ارتبط بالتبشير زي ما بنقول. أيوة. ارتبط بالتبشير وبالغزو والاغتراب والاستغراب في العالم العربي. نعم. سواء بقى كانت مدارس تبشيرية دينية فكان لها هدفها. أيوة. أو علمانية غربية. نعم. طبعا في أغلب وجهته ونظرته كانت علمانية. أيوة. ولكن لا يمنع من وجهة التبشير. طبعا طبعا تنسى. هو في النهاية بيصب كجزء من الماسونية العالمية في التحكم في الكون. فهذا يعني الموضوع مش مجرد تعليم وخلاص. لا، الموضوع مش مجرد تعليم. وده أعراضه واضحة. نعم. نركز النهاردة في مخاطر التعليم الأجنبي. نعم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الخطر العقدي، وقلنا زي ما قلنا أن نعم. أمريكا نفسها قالت لك أخطر حاجة علينا هو التعليم اللي جاي عبر المحيط. نعم. عبر المحيط. مع أن نفس الثقافة ونفس اللغة وكل شيء. نعم. لكن قال لك ده بيجيب لنا قيم غريبة. وزي ما قلنا كونانت اللي هو أكبر عالم تربوي أمريكي قال ده كان أخطر شيء علينا أن احنا نعم. استوردنا تعليمنا نعم. من الغرب. فسواء بقى كان تعليم كنسي أو علماني، التعليم الأجنبي كنسي أو علماني مش قيم، إلا أنه بيأثر علينا. نعم. وتأثيره العقدي اللي هو على العقيدة يعني العقيدة. على العقيدة. نعم. واضح وما فيهوش خلاف. نعم. ده ظهر زي ما قلنا، شفنا ليبولد سنغور، ده كان رئيس السنغال. أيوة. مسلم ومن عائلة مسلمة. نعم. مدرسته نصرته ووصل انه رئيس السنغال. رئيس السنغال تنصر؟ كان متنصر. كان رئيس دولة اسلامية، السنغال دولة مدينة جدا. نعم نعم، لكن كان متنصر. ليبولد سنغور انشئت باسمه جامعة ليبولد سنغور. مين كان رئيسها؟ هاني هلال، وزير التعليم العالي في مصر كما شبكة. ذكرنا في الحلقة السابقة. نعم. فيعني العملية شبكة متواصلة. نعم. ليبولد سنغور كجامعة مكانها في باريس، وهاني هلال جاي بقيم باريس بيفرضها على التعليم، وزيرة للتعليم العالي. نعم. نعم. هنا دي مكمن الخطورة. أيوه. مكمن الخطورة إذا على العقيدة. أيوه. إلهام شاهين ويسرى تخرجوا من هذه المدارس، وإلهام شاهين شوفت نصر فطلعين عاوزين يعلمونا الإسلام الوسطي. أيوه. رغم أنهم وزي ما بنقول بنشوفهم في الكنائس بيتبتلوا، تشوف مظهر شاهين. أيوة. في الكنيسة. صح صح. وحمدين صباحي بيعيط. حمدين صباحي بيبكي. كلهم بيبكوا. كل هذه النخبة لازم تذهب إلى الكنيسة. أنا ما عنديش كلنا ما عندناش مانع أبدا في علاقات الود بين طوائف. لكن تبني الثقافة. لكن نعم، لكن إنك تروح تتبتل في الكنيسة. أيوة. وتبكي نعوت
ومظهر شاهين، انت تشوفهم في الكنيسة الاثنين يعني ما شاء الله. طب لماذا يكون في الكنيسة ولا يكون في المسجد يا دكتور؟ ما خلاص ده اصبح جزء من تكوينهم. ما هي العملية ايه اللي بيحكم المجتمع يا استاذ صابر؟ نعم. العقيدة والولاء. العقيدة هي اللي بتحكم مكونات المجتمع. نعم. او الاساس للمجتمع. أيوه. نعم. والولاء هي العلاقة ما بين مكونات نعم. المجتمع. نعم. فده هو اتعلمه كده أيوه. وتغلغلت فيهم. انت المدرسة جوه المدرسة او أيوه. بجوارها ملحق بيها الكنيسة، أيوه. والاباء اللي كانوا بيدرسوا لك بلبس القساوسة وخلافه، فانت اثرت فيهم مبكرا جدا. يعني هو مخلين الأساوسة مدرسين طبعا زي طبعا التعليم، مش التعليم الأزهري حتى ما مدارس. يبقاش لا كده. وحتى كان في الصعيد زي ما بنقول المدارس الأمريكية، وأعتقد إن ليك حلقة بتحكي إن قنصل أمريكا ده كان لما فلوسه واحد سوري في مسيحي أسيوط حصل اعتداء عليه أو تم عملية تنصير أو أسلم، ايوه فده بيحكي إزاي تدخلوا وتغلغلوا في الشأن. أبو عبد الناصر كان اتربى في المدارس الأمريكية في أسيوط، ابو عبد ده من 1800 وايه، مش عارف ده واضح انه 800 أو هو عبد الناصر نفسه 1900. مولود سنه 18، فهو نعم هيبقى مولود في قبل 1900 يعني. نعم نعم ده واضح ان الامريكان يا دكتور يعني اعدوا، مش اعدوا الرئيس اللي هيجي يحكم مصر، انما عدوا ابوه كمان. ده لا، ما هو اللي بيحصل يا استاذ صابر انه بيجهز هؤلاء ثم بعد كده بيلمحهم اعلاميا وبيتولاهم. شوف مثلا انا هذكر اسم عمرو حمزاوي بيروج لافكار معينه. مين اللي بيروج له؟ كان من ضمن افكاره ان ما فيش الجواز الشرعي بجواز مدني، عمرو حمزاوي والمسلم والمسيحيه ما فيش مشكله، وده أيوه. كان بيروج له بعد نعم الثوره وايام انتخابات الرئاسه. أيوه. ليه؟ لان الاعلام بيسلط على عمرو حمزاوي أيوه. وعلى هذه النخبه تحديدا اللي هي تم استذابها العقدي. انت التعليم الاجنبي في نهايته بيؤدي الى استذاب عقدي، انك اصبحت هذه جزء من مكونك ولا ترى غيرها يا استاذ صابر. فهنا ده نعم. الخطر على المجتمعات. نعم. انا مع التعليم الاجنبي، مع التبادل، مع الخبرات، اوكي، تبادل الخبرات والتعلم من الاخر والاحتكاك الحضاري، نعم ده ربنا انشأ الكون أيوة. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا. فهنا ده شيء، وانك تستلب عقديا وتستلب عقيدتك وتضعف عقيدتك وامنك وكل شيء، وكل هذه المخاطر تدخل في حياتك، ده الشيء الخطير. طب دكتور انا عاوز اسالك سؤال، يعني انا ملاحظ ان غالبيه الاعلاميين في مصر هم خريجوا مدارس تنصير او جامعات اجنبيه، يعني مثلا معتز مرداش خريج جامعه امريكيه، منى الشاذلي جامعه امريكيه، ريهام السهلي جامعه امريكيه، رولا خرصه مدرسه تنصير مسيحيه، مدرسه ايوه الكنيسه، ايوه الهام شاهين مدارس كنيسه، ليلى علوي مدارس كنيسه، يوسف الحسيني مدارس كنيسه. يعني انا ملاحظ يعني ممكن الظاهره يعني عندك شريحة من الإعلامية غالبيتها خريج مدارس كنائس أو مدارس أجنبية. هو اللي لازم نتنبه له أستاذ صابر، نعم. إن بيتم تشكيل مبكرا جدا، وبيتم زي ما بنقول تحضيرهم وتسليط الضوء عليهم وتجهيزهم، وده هنتكلم عنه، تأثيره على المجتمع، نعم. الخطر على المجتمع. نعم فضل. كلها مخاطر. أيوه. فشفنا الخطر على العقيدة. أيوه. تعال نشوف الخطر على التربية حضرتك. تفضل يا دكتور تفضل. الخطر على العقيدة شفناه في مؤتمر واشنطن، نعم، وشفنا المبادرات اللي خارجة، والأستاذ صابر اللي هو مبادرة مشهور سوسن، نعم، له تسمية معينة لهذه ما عشان اللي كانت المبادرات. بقى سوسن يا دكتور. نعم 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 والمهم إنهم عاوزين يفرضوا رؤيتهم نعم على مجتمع بأكمله. مين أيوه. فوضهم؟ وعاوزين يعملوا لك دستور، وعاوزين يعملوا لك كل شيء. أيوه. فهو ده الدور اللي هم اتوجدوا علشانه، زي ما قلت تم استلابهم يا استاذ صاد. لكن الاخطر ان تم، شوف الخطر على السيسي أيوه. واللي بيواجهه دايما هو اي شيء في سمت اسلامي. المدارس الاسلاميه تم اغلاقها. نعم. طب ما بيفكرش في المدارس اليهوديه ولا المدارس المسيحيه. أيوه. وكل كلامهم عن الخطاب الديني. نعم. الخطاب الديني الإسلامي. أيوه. تحديدا. أيوه صح. هنتكلم عن الخطاب الديني المسيحي ومدارس الأحد. أبدا. هنا تم الاختراق في النخبة الأمنية، إنه ما بيحسش بأن دول أي فيهم أي خطر. الخطر هو يعني هو الاختراق من أمني أي توجه وعقائدي. إسلامي، أمني وعقائدي وكل شيء.
ربما ده يستشعر اي خطر. المدارس اليهوديه هو ما يهموش ان في يهود بيتحركوا في مصر وبيشتغلوا او في اولياء للغرب بيتحركوا في مصر وبيشتغلوا، لكن يخاف من محمد مرسي، يخاف من الدكتور بديع وخيرات الشاطر، لانه مسلمين، لأن مش مسلمين، لان توجههم إسلام. ضد هذا التوجه، توجههم وطني قومي في النهايه. قد تختلف معهم في امور او توافقهم، لكن هنا تم اختراق العقيده الامنيه. فالعقيده الامنيه لا ترى الا في صابر مشهور ومحمد شرف خاطر، بينما لا ترى في لويس عوض ولا في نجيب ساويرس ولا في فوزي ولا طرف نجيب ساويرس ولا مفيد فوزي اي خطر. طب شوف هنا حضرتك على موضوع نجيب ساويرس، فده اختراق، تم هنا الاختراق. نجيب ساويرس حاطط هوائيات على الحدود بتنقل من مصر لاسرائيل مباشره، وتبرأ وحده من القضيه. وايضا شقيقه سميح ساويرس يا دكتور عامل الف مدرسه للتنصير في مصر. استاذ حضرتك نشاهد هذا المقطع له ثم نعود مره اخرى، فنشاهد مشاهدين هذا الاعتراف لسميح ساويرس وهو يعني عن بناء ألف مدرسة لتنصير أبناء مصر المسلمين، فنشاهد ثم نعود مرة أخرى. ومشروع الألف مدرسة، أنا يعني من ضمن الأسباب المشروع بتاع المدارس دوت أنه بيضرب برضو 3-4 عصافير بحجر، لأن أنت النهاردة ما تعملي ألف مدرسة. طيب احنا النهاردة بنقول أن الثقافة دي أكبر عدو للجهل والتطرف. طيب إزاي أنت النهاردة تقول أن ما فيش عائد؟ كل دوت بيعود عليك بانك انت بتحول المجتمع من مجتمع التمويل كله رايح في ناحيه التطرف او التطريف يعني، والى مجتمع بيبص للكاتب، بيبص للشاعر على انه بديل ممكن جدا يعني يغنيه عن ان هو يبقى النهار كله ماروش غير يعني البرامج الدينيه، او مثلا يمشي ورا واحد متطرف ما فيش غيره هو اللي بيتكلم. يا ريت حد يجي استعمارنا، مصيبه لو عملنا اعلان يا حد يجي استعمارنا يا اخوانا منكم، اقول لك روح بعيد عني بلانين اعمل بك ايه. بالتالي انا ما عنديش حل، انا نفسي في استعمار الحقيقه يجي، ما فيش. طيب يا استعمار ابعت بقى، يعني كلف انت المره دي، يعني كلف انت المره دي، اعمل مدارس، خد المتفوقين في تعليمنا المتعسر والمتخلف واعمل له مدرسه، تعال اعمل له مدرسه وعلمه على حسابك وعلى حساب الامم المتحده. عدنا مشاهدينا مره اخرى، تفضل يا دكتور. شوف بقى يا استاذ صابر، الخطر على العمليه التربويه. ايه الخطر على العمليه التربويه؟ دي المدارس التبشيريه اللي جت وزي ما بنقول انتقلت منها الى ابناء البلد نفسهم، خلاص هم اهلوهم انهم يبقوا يستكملوا المسيرة. لكن بدأت الجامعات الأجنبية، أنت تلاقي كل بلد في مصر حط جامعة ورفع علم. صحيح. وده ما لا يحدث في أي بلد آخر في العالم يا أستاذ صابر. صح. فهنا استكملوها بقى بالجامعات. عندك الجامعة الفرنسوية، عندك الجامعة الألمانية، الجامعة الأمريكية موجودة زي ما قلناك، بدأت ككلية أمريكية. كل دولة لها جامعة. كل دولة لها جامعة، روسيا لها جامعة، فرنسا لها جامعة، حتى اليمن لها جامعة. مين؟ اليمن لها جامعة في مدينة نصر وهكذا. كل دولة الجامعة اليابانية ما خلتش بلد في العالم أي اختراق هذا وأي اختراق لأمن بلد وخلافه. شوف بقى الخطر أنك حطيت معايير التعليم. العملية التعليمية أنت بتنشأ من قيم المجتمع نفسه أستاذ صابر، لكن أنت فرغت العملية التعليمية من قيم المجتمع وخلتها طبقا لقيم مجتمعات أخرى. هنا علشان كده أخطر شيء تم في مصر في العشر سنين اللي فاتوا إن في قرض من البنك الدولي لتطوير التعليم. تتصور دولة بتطور تعليمها بقرض من البنك الدولي والبنك الدولي يمضي شروطه ومعاييره عليها، قولي كيف يحدث هذا؟ كيف يستقيم الأمر؟ أنا بقول لكل مصري من على شاشتك فشوف قد إيه الاختراق اللي تم. ليه بيتم؟ علشان يتم طبقا لمعاييرهم وتفريغ المحتوى من أي شيء فيه إسلامي. العقيدة الإسلامية هم كل غزواتهم فشلت على مدى قرون، لكن في آخر قرن أو قرن ونص تم استلابنا وإضعافنا ونزع هويتنا تعليمي. طريق التعليم الأجنبي وحققوا اللي ما يدروش يحققوا على مدى سنين طويلة. على سبيل المثال المبشر تكذا
ده أحد المبشرين. نعم. بيقول لك يجب أن نشجع إنشاء المدارس وأن نشجع على الأخص التعليم الغربي. إن كثير من المسلمين قد زعزع اعتقادهم حين تعلموا اللغة الإنجليزية. كتب المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقي أمر صعب جدا. خطة يا أستاذ صابر بيتم تنفيذها من 1800 حين اخترق التعليم الأجنبي بلاد الإسلام، وأفريقيا تم تنصيرها بسبب 16,000 مدرسة موجودة. 16,000 مدرسة موجودة في أفريقيا. يا نهار أبيض. طيب التربية دي بتحدث فينا. هذه القيم بتتسلل للدستور بتاعك وتتسلل للقوانين. شوف النمنم المنمم وزير الثقافة العسكري واجتماعهم بعد الانقلاب بيقول لك مصر وتهاني كانت خريجة مدارس تنصير أيضا، مصر علمانية. نعم. ومش هنسمح لأي دستور أن يكون فيه أي شيء عن الإسلام. رغم وجود أن برهامي وخلافه كانوا موجودين في لجان الدستور اللي هي ما بعد الانقلاب. فكل ده فبتتسلم هذه القيم حتى لدستورك. علشان كده بتتم الحرب، وبتتم الحرب على قيمك وعلى قيم المجتمع. طيب الخطر التربوي بيتم تجهيزك وتأهيلك، وبعد في نماذج أخرى للناس قالوا نفس الكلام المبشر ده دكتور. نعم أو نعم زي مين نعم مثلا؟ نعم حجيب لحضرتك. المستشرق جب أيضا، يعني التعليم ارتبط بالاستشراق. والاستشراق وخلافه جزء من ماسونية، وهي نشر قيم الماسونية في العالم للتحكم في الكون. بيقول لك أن التعليم، جب بيقول أن التعليم هو أكبر العوامل الصحيحة التي تعمل على الاستغراب، تغريب المجتمع. نعم. وإن انتشار التعليم على الطريقة الغربية سيبعث بازدياد في الظروف الحاضرة على توسيع تيار الاستغراب وتعميقه. وهذا ما تعيشه في مصر. ده اللي حصل فعلا. ولا سيما لاقترانه بالعوامل التعليمية الأخرى التي تدفع الشعوب الإسلامية في نفس الطريق. لأن زي ما بقول لك هو استعمرك. نعم. عندك القابلية للاستعمار لأنه استلب عقيدتك. طيب. وحطك في طريق أنت لا تجد بديل آخر. نعم. أمامك. قدامه. فأنت المدرسة المفروض بتمنح القيم الروحية اللي مرتبطة بالحياة. أنت هنا جربتها. صحيح التعليم الغربي في محتواه ومضمونه يبان شكله جميل وشكله منظم ومناهجه وكل شيء، لكن في نفس الوقت فرخها من محتوياتك، بيديلك الحاجات دي مقابل أنه بياخد منك أشياء كتيرة جدا جدا. في نماذج آخرين من المستشرقين يا دكتور قالوا برضو نفس الكلام اللي قالوا المستشرق ده، لأنه ملاحظ أن المسألة أن التعليم الأجنبي سبق الجيوش الأجنبية في الاحتلال. ده صحيح. التعليم الإنجليزي جه بعد الاستعمار على طول. حاول لحضرتك أنا ميلجن أنا ميلجن أحد المستشرقين أيضا تقول ليس هناك طريق لهدم الإسلام أقصر مسافة من تعليم بنات المسلمين في مدارس التبشير الخاصة. الهدف واضح وصريح يا أستاذ صابر، ومجتمعاتنا مش مدركة. طب دكتور تفسير حضرتك أنه زوجات رؤساء مصر غالبيته يمكن كلهم تعلموا في تعليم أجنبي، يعني مثلا زوجة الملك فاروق وأمه سوزان مبارك، سوزان جيهان، جيهان، حرم جمال عبد الناصر. بس حرم جمال عبد الناصر تنتمي لمدرسة شرقية يعني. أي بس كانت خريجة مدارس كاثوليك يا دكتور. وأولاده خريج مدارس كاثوليك. وجمال عبد مبارك مدارس تنصير، وأولاد السادات مدارس تنصير، وأولاد عبد الناصر مدارس تنصير. اخترقونا. يعني واضح المسألة مش صدفة يعني. لا أنا من ليجن بتقول لك بتقول ليس هناك طريق لهدم الإسلام أقصر مسافة من تعليم بنات المسلمين في مدارس التبشير الخاصة. إن القضاء على الإسلام يبدأ، ده كلامها، يبدأ من هذه المدارس التي انشئت خصيصا لهذه الغاية. والتي تستهدف صياغة المرأة المسلمة على النمط الغربي. أنت بتسألني عن سوزان مبارك وجيهان السادات. صياغة المرأة المسلمة على النمط الغربي الذي تختفي فيه كلمة الحرام والحياء والفضيلة. طيب
زويمر برضه وهو احد المستشارين الغربيين. زويمر اللي هو ده كان مبشر تقريبا امريكي. نعم ده نعم زويمر. بيقول لك اقصر طريق لذلك هو اكتساب الفتاة المسلمة الى مدارسهم بكل الوسائل الممكنة. عشان كده في مدارس. اسمع بس بيقول لك كم. لانها هي التي تتولى عنهم مهمة تحويل المجتمع الاسلامي وسلخه من مقومات دينه. أمهات المجتمع تربية. فشوف جهاز السادات جت بقانون الأحوال الشخصية. أنا مع ضد الظلم ورجعت المسؤولية وغيره، لكن هي جاية بقيم تانية ففرضت قيم تانية. نعم. إحنا لازم نعدل أمورنا ونصلح. نعم. ونتواكب مع العصر. نعم. كل شيء. أيوة. لكن مش بطريقة جهاز السادات. نعم. ولا طريقة سوزان مبارك. طبعاً سوزان مبارك أعتقد أنها نصرانية. السفير الامريكي قال كده في القاهره فعلا بقيه فوكليكس قال ان هي مسيحيه الديانه. نعم. وشهر بعد راس السلطه. ده لو تلاحظ الدكتور طارق البشري تنبه لهذا بعد الثوره. نعم. فكان من ضمن التعديلات ان لا يتولى الرئاسه من زوجته اجنبيه. صح. عشان ما يجيلكش انور السادات وحسني مبارك. ما يجيلكش انور السادات وحسني مبارك. وكان برضو زوير بيحاول انه يشتغل. حاولوا يستغلوها مع الشيخ حازم ابو اسماعيل، لكن طارق البشري كان على حق في هذه. نعم. المادة تم إلغائها طبعا مع دستور. نعم. العسكر. نعم. لان دستور العسكر ما يقدرش يلغي حرت اليهود. نعم. وانت تعرف ما البلد جمال عبد الناصر من حرت اليهود والسيسي من حرت اليهود. هي حرت اليهود بتحكم مصر. صدق. وايه تاني دكتور اللي عندنا؟ فانت حضرتك بقى خدقت في واقع تاني يا دكتور على معنى. خدقت هويه مغايره يا استاذ صابر. نعم. التعليم الاجنبي خدقت هويه مغايره ونجحت في اللي ما نجحوش فيه خلال 1000 سنه نجحت فيه. ايوه. في قرن. الهويه المغايره بتتخلق ازاي؟ في مصر ناس ما يتكلموش غير بالفرنساوي يمكن اكتر حاليا انجليزي. كانوا بيقولوا ايام الملك بس ايام الملكيه. لا 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 موجودين وفي مجتمعات معينه تلاقيهم موجوده يا استاذ صابر. الناس مصر ما بتتكلمش اللغه الانجليزيه. بيتكلم بالفرنساوي او بيتكلم عربي لكن كلامه الفرنساوي انجليزي كثير. فهنا ده خلي بالك اللغه بتاثر. نعم. على الكيان فبتاثر على القيم ومنظومه. حتى ما فهمش القران ولا يفهم بس خلاص. نعم. فهو يفضل انه يقرا كتاب اجنبي على انه يقرا القران الكريم. نعم. او غيره. ايضا من اخطر شيء الخطر الامني بقى أساسا. أيوة. زي ما قلنا انت نزعت من رجال الامن الحساسيه ضد الاختراق الاجنبي واصبح كل همك هو صابر مشهور والاخوان المسلمين. مدارس الاخوان المسلمين ليه بيتم اغلاقها؟ لانها هي الرد الشعبي والرد من الكيان الشعبي على هذه المدارس على المدارس الأجنبية. والحمد على مدارس الإخوان المسلمين مش مرتبطة بس بالانقلاب. لا تذكر أيام مبارك وحادثة شهيرة في اسكندرية في مدرسة راحوا ضربوا الأهالي علشان بيحموا أولادهم عشان مدرسة إسلامية راحوا يغذقوها. فده زي ما بقول لك التوجه هنا الحرب هنا ضد المدارس الإسلامية مش ضد المدارس الأجنبية ولا مدارس ساويرس ولا مدارس سميح ساويرس حينها شيء. زي انت بتقفل الجامع لكن الكنيسة مفتوحة بيفتح كنائس جديدة. مش على فتح كنائس جديدة الكنيسة مفتوحة على طول. الكنيسة تقدر تعمل فيها كل الأنشطة. أيوه. وفي الملحقات بتاعت الكنيسة تعمل كل الأنشطة اللي انت مش مسموح لك تعملها في المسجد. نعم. الكنيسة فيها محاضرات وأفنان انت في المسجد مش مسموح لك بمحاضرة. فهنا الخطر العقدي علشان كده الانقلاب ده جاي لان كان بدات حقيقي بدا يبقى في بعض المدارس الاسلاميه اللي بتنافس المدارس الاجنبيه واللي بتجد فيها نوعيه تعليم محترمه فهنا كان الهدف هو هدمها. نعم. فبنجد دلوقتي تغيير المناهج. شوف حضرتك يا استاذ صابر وزير التعليم مصمم ان يبقى في قراءه من ايات الانجيل. ليه انت بتعتدي على عقيده المسلمين. جابر نصار بيقول لك عقبة بن نافع وصلاح الدين ما ينفعش تدرسه. تامر أمين خارج الأسبوع اللي فات يقول لك سورة الفاتحة دي بتحرض على الإرهاب. فحتى فهذا هو الاختراق اللي حاصل. اختراق صهيوني اختراق ماسوني وتم التحكم في مصر من هذا الاختراق.
طب دكتور يعني انا لاحظت ان الدول الاجنبيه لها خبراء في مجال التعليم الاجنبي او مخصصه حاجات زي كده، هل في يعني ما يعزز هذا او لا؟ زي ما بنقول سياسات الدول. انا ولادي كانوا معايا في الولايات المتحده، الولايات المتحده لا تعرف غير نظام واحد تعليمي فقط، وهو نظام الولايه بس، لا يعرفه غيره فقط. فده انما انت عندك في مصر حتى في الشهادات العامه عندك شهاده الثانويه العامه، عندك الشهاده الانجليزيه الاي جي، وعندك جزء تاني اي جي سي اس، كل دي متواجده في مصر، وتواجدت بدايه مع جيهان السادات. انت ما بتقول لي جيهان السادات ده كان بدايه دخول الاي جي، وبعدين الامريكان دبلوما والابيتول وغيره وغيره. انت هنا زي ما بتقول مرتع لكل من هب بلد مستعمر كجامعة طبعا مستعمرة، ما هو ده من صفات الاستعمار. شوف حضرتك يا أستاذ صابر، شتلي بيقول إيه؟ مين شتلي ده؟ أحد المستشرقين. العملية ارتبطت بالاستشراق وزي ما بنقول القابلية للتغرب والقابلية للاستعمار، ده هم جماهده ده ودارسينها تمام. شتلي بيقول إن أردتم أن تغزوا الإسلام وتطحضوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة، فعليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم المعنوي وكتابهم القرآن. يا نهار أبيض، يعني المسألة أنه حرب على الإسلام مش تعليم ولا حاجة يعني. نعم، وتحويلهم عن ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم. وحتى لو لم نجد، شوف بقى بيقول لك ايه، وحتى لو لم نجد إن المغفلين والسذج والبسطاء منهم لكفانا، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أقصانها. الشجرة تاني يا دكتور معلش، يتسبب أنت بتقطع الشجرة لما بتقطع غصن منها. بيقول ايه هو الراجل، بيقول العبارة بتاعته معلش لو بيقول حاضر، حتى لو نجد إذا المغفلين والسذج والبسطاء لكفانا، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أقصانها، تقطع بيد أحد أبنائها، أحد أقصانها. يعني يجيب لك واحد مسلم نشأوه هو وعيلته تربية مسيحية هو اللي جه من الإسلام. نعم، وده حصل في كل البلاد الإسلامية. نعم نعم، فخلاص تم تلبيس واختلاط المفاهيم. نعم، الحملات الصليبية دي تنوير وهكذا. زي ما بنقول إلهام الشاهين هتعلمك الإسلام الوسطي ويسرى نفس الشيء وخلافه. أنت فتحت الباب زي ما بنقول الاختراق، الخطر على الأمن القومي. أنت لما بتسمح بالتدخل في منظومة تعليمك وخصوصا تعليمك الأساسي، فأنت سمحت بالاختراق والأمن القومي. لكن ده ما بيشكلش مخاطر للقائمين على الأمن القومي في مصر. المخاطر هي صابر مشهور وما يزيعه، الإخوان ومدارسهم، الإخوان وتوجهاتهم، الخطاب الإسلامي جايز عندنا في بعض الخطاب تطرف، لكن بينسى التطرف في الجانب الآخر، لأن زي ما بقول الزرعت في عقيدته إن هو ده الخطر. وده تأتى من جمال عبد الناصر ومن قبلهم من محمد علي بدأ من أيام، وخصوصا من الخديوي إسماعيل أكثر، ده اللي زرع هؤلاء في وسطنا. طيب يا استاذ صابر، طب اتفضل دكتور. انا كنت عايز اقول لحضرتك دكتور لو يعني امكن نجمل الطبق، ممكن نجمله في دقيقتين. طيب حاضر. اسمع اللورد سالزبري بيقول ايه، ده من الانجليزي، ده لورد انجليزي سالزبري. بيقول لك ان مدارس المبشرين اول خطوه من خطوات الاستعمار. ده علن يعني كده رسمي. فهي تحدث في البلاد التي ينشا فيها انقساما وتفريقا بين اهلها، يفقدون بها وحدتهم فيكونون عونا للمستعمر على انفسهم. يعني اللي متعلمين في ده يعني شوف البرادعي، البرادعي بيستدعي الانقلاب، ونفس الشيء كل اللي كانوا معاه مجموعته، حازم البداوي وخلافه، كل دول امتداد للجيش الاجنبي، عونا للمستعمر على انفسهم. امتداد الجيش الاجنبي اللي خريج المدارس الاجنبيه. شوف ما حدث من حرب اهليه في لبنان، برضو ده نتيجه، لبنان اتعرضت للتغريب كتير قوي. فده هنا حدث انقسام في المجتمع، لان في فئه طغت على فئه،
كانت الشيعة في لبنان مظلومة ومهمشة، بدأوا يطلبوا بحقوقهم. نعم. وهكذا هذا ما حدث. نعم. يبقى هنا ده التعليم الأجنبي. في حاجات شبه كذا كده دكتور تانية ولا؟ شوف حق عامل التحضير بسم الله ما شاء الله يعني. الموضوع طويل بس أنا عارف إن الوقت محدود. الوقت أهم وأخطر شيء بقى أستاذ صابر اللي بنعانيه في مصر هي ترسيخ الطبقية. نعم. لأن هذه المدارس تكاليفها عالية وهذه الجامعات تكاليفها عالية، فمين بيروحها؟ أبناء الأغنياء. بيروحها أبناء الأغنياء. طبقة أنت بادئ يعني ترسخ للطبقية. نعم. ليه هم بيركزوا على أبناء الأغنياء أستاذ صابر؟ لماذا؟ وأبناء الطبقة معينة. بالاتصال بهم بيتفتح له كل الطرق يحكم البلد يملك بعدين نحن. هؤلاء الوداد مرفهين فسهل انك تخترقهم فكريا. طب ما عندهمش مناعة. ابوه ما بياخدوش الجامع. ابوه ما بيغرش فيه القيم. القيم المجتمع. فهكذا بيكون سهل انك فعلشان كده بتسمع عبدة الشيطان وخلافه. طب دكتور كل الافكار اللي عندنا نشات من خريج المدارس الاجنبيه ابتداء من ميشيل عفرق بتاع القوم لويس عوض وخلافه كل هؤلاء نشأوا وجم بافكارهم اللي بيحاولوا يغربوا بها الامه. وجود الصفوه دول بيخلي في طبقات تغيير فعاوز يقلدهم فعاوز يبقى زيهم فبيبعت برضه ولاده لهذه المدارس. طب دكتور يعني لو في كلمة أخيرة كده ماذا تقول للشعب المصري يعني؟ أقول للشعب المصري يا أستاذ صابر أيوه. إن احنا لازم نتنبه لخطر التعليم الأجنبي أيوه. وأقول له إن الحرب هي حرب شاملة على الإسلام جزء من هذه الحرب الشاملة ونن العين بتاعها هو التعليم فعلينا إن احنا نتنبه للتعليم. الحرب حرب شاملة على الإسلام. الحرب نعم الحرب شاملة على الإسلام. شاملة على الإسلام وزي ما بنقول الغرب وخلافه اخترقنا في آخر قرن ما لم يتمكن منه في قرون أتى بحروب صليبية وأتى ولم يتمكن منا علينا إن احنا نعود لصحيح عقيدتنا علينا إن احنا لا نتغرب نحتك بالغرب ونتعلم من الغرب وما انت في وقت من الأوقات كان الغرب بيتعلم منك لكن حافظ على هويته انك تكون تتنبه للمخاطر ان احنا ناخد في تجارب تعلمنا تجارب ناجحة جدا التجربة الماليزية التجربة اليابانية التجربة الفنلندية لا يكفينا تجارب الغرب ودي تجارب حفظت على مكونها الأساسي. نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شرف يعني بصراحة لفت نظرنا لمسائل تخص التعليم في أمريكا والتاريخ التعليم في مصر وارتباط التعليم الأجنبي بالماسونية. تسمح لي كلمة اتفضل يا دكتور فضح. التعليم الأجنبي الآن هو الاستعمار التربوي نعم والتمكين للماسونية نعم من العالم الإسلامي وهذا ما حدث أيوه. ويحدث ونراه جليا في مصر بس احنا بنتكلم عن التعليم وبلحة بيقول تعليم ايه في بلد ضيع ما هو شفت بقى وصل ده العسكر والجهل نعم العسكر والجهل نشكرك شكرا جزيلا تجهيل المجتمع ده الاخطر فاروق الباز جاي يقول لك ايه نكتفي بالتعليم بس لغايه الابتدائي شوف يريدون تجهيل المجتمع باكمله فاروق الباز لو نتعلم بالمجان هو عاوز يلغي مجانيه التعليم تبقى فقط هذا موضوع اخر ممكن نخليه عن العسكر والجهل دكتور باذن الله ان شاء الله نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شرف وأيضا نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة وكما قال الدكتور محمد شرف فإنها حرب على الإسلام العمود الفقري والرئيسي فيها هو جيوش التعليم الأجنبي بما تحمله من اغتراب واستغراب نعم. منها يتم تجنيد الضباط اللي بيذهبوا لأمريكا ومنها يتم منها النخبة اللي بتتحكم النخبة التي تحكم اللي بتحكم في الإعلام وخلافه نعم. أستاذ صابر والنخبة الاقتصادية النخبة اللي بيتم تلميحها نعم. هي خريجة هذه المدارس هذه الجماعة. لأنها جاية بقيمهم نعم. وبفكرهم نعم. فعاوزينها هي اللي تستمر نعم. فكما قال الدكتور محمد شرف نقلا عن أحد المستثمرين تقريبا سليفري اللي هو اللورد الإنجليزي فإن سالزبوري فإن هؤلاء المتعلمون في تعلم مدارس أجنبية هم
مقدمات وطلائع الجيوش الأجنبية لاحتلال بلاد المسلمين. أرجو مشاهدين أن نكون قد تنبهنا لخطورة الأمر عسكريا ومخابراتيا وفي الأمور التجسسية والأمنية والأمور العقائدية أيضا. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.